لا داعي لهذا الكلام، وهيا استأنفي الحياة وأقبلي عليها. ليتني أستطيع ذلك. حاولي يا أماه، حاولي من أجلي، واعلمي أن الأيام تبلسم جراح القلوب وتغسل حتى الصدور. ليس قبل أن أنتقم لولدي خعواس. أماه، ماذا تقولين؟ أتريدين الانتقام من أبي زوجك الحبيب؟ هل نسيت أنه يواجه موسى ذلك العدو اللدود الذي جاء يجرده من ألوهيته؟ نير بتاح، لقد قتل أخاك شر قتلة. أعترف، ولكنه الفرعون الإله، ولا بد أن نقف جميعا وراءه. أرجوك يا أمه، أتوسل إليك. ويل قلبي إن نسي خعواس ولم يثأر له. سنثأر له يوما يا أمه. وما الذي يمنعك؟ إنك القائد الأعلى للجيوش. أجل، وأنا أعرف الذين حرضوا الفرعون على قتل أخي، ولن تأخذني بهم شفقة الله. نفذ يا ولدي، نفذ واشفي غليل صدري. سأفعل في الوقت المناسب يا أمه، فاطمئني وهيا هيا أقبلي على الحياة. عظيم حقا، لم أتوقع أن يكون بكل هذه الضخامة والقوة. أحسنت يا هامان كل الإحسان. خادمك المخلص دائما يا مولاي. متى يصعد مولاي إلى الصرف؟ غدا، وليكن ذلك في احتفال كبير يحضره الجميع، خاصة أولئك الذين تابعوا موسى وآمنوا بدعوته. أمرك يا صاحب الجلالة. ألا نصعد معك يا مولاي لنكون ظهيرا لك؟ لست في حاجة إلى ظهير، إنني أنا الفرعون الإله الذي حطم جميع الأعداء ولم يهزم في معركة واحدة القط. هل تصدقين أنني حملت هذا الصرخ على ظهري في يوم من الأيام؟ أنا لست مجنونة، أنا لا أصدق هذا. وأنا أيضا يا سيدتي لا أصدق. كيف تتوقعين أن تكون الحرب بين الإلهين؟ لا أدري، هل تعرف أنت؟ أنا لا أدري، ولكن الفرعون سيصعد فوق هذا الصرح ويحارب إله موسى. جلالة الفرعون الإله.
هل فرعون الإله يريد أن يتحدث إليكم قبل أن يصعد الصرح ليحارب إله موسى؟ هذا الصرح الضعيف الذي لم يحتمل البقاء أياما. مولاي صاحب الجلالة، الصرح قوي متين وقد صنعناه ليبقى سنين. انظر يا مولاي، انظروا جميعا، هذه عصا موسى. نعم يا صاحب الجلالة، موسى هناك ومعه عصا. أمل، لبيك صاحب الجلالة. ماذا أنت فاعل الآن؟ كيف توقف تأثير هذه العصا؟ سيدي، اسرقها، اسرقها يا سيدي. اسرق؟ ماذا تقول؟ أقول اسرقها، اسرقها واستخدمها ضد موسى بدلا من أن يستخدمها ضدنا. شرده من هذا السلاح الخطير الذي يحاربنا به وينتصر علينا. السمع والطاعة يا مولاي. كيف ينصح الفرعون الإله الناس بالسرقة؟ كيف؟ فلنسرع بالهرب من هذا المكان. هذا جزاء الظالمين، جزاء الفرعون ورجاله. وما زال هناك الكثير من غضب الله. نعم، هذا بعض ما يستحقه الفرعون الطاغية المغرور. لقد فقد اليوم وقاره واندفع يجري مهرولا خائفا أمام الجميع. كان كالفأر المبعور، وعندما سقط التاج عن رأسه لم يقف ليلتقطه. التقطه هامان وحمله حتى القصر، وهناك وضعه على رأس الفرعون. هامان هذا الرجل وراء كل تصرفات الفرعون الخاطئة. هذه الواقعة حولت الفرعون إلى فور هائج. إنه يصيح في القصر ويصرخ مطالبا بالوي والثبور لموسى والموحدين جميعا، مصريين وغير مصريين. من الطارق؟ لا تخف يا باسل، فالطارق واحد منا. كيف عرفت؟ اتفقنا على هذه الدقات الثنائية. أين نبي الله؟ ماذا حدث؟ أمر هام، أرجو أن أراه على الفور. خيرا يا نام. إنهم يتآمرون على نبي الله. ويلهم، كيف؟ صبرا حتى أرى نبي الله وأخبره بما استقر عليه رأيه. على ما استقر رأيه؟ على سرقة العصا. سرقة العصا؟ أجل، دعوني أرى نبي الله. وبحجرتي يا نافع. السلام عليك يا نبي الله. عجيب أن يفكروا في سرقة العصا. ليس بعجيب يا تويا، فهم يظنون أن قوة نبي الله موسى تتركز في العصا، وأنها تفعل كل ما تؤمر به. علينا أن نحافظ على هذه العصا بأرواحنا. ماذا قال لك نبي الله يا نافع؟ لم ينزعج انزعاجي، وقال لي كلاما أدهشني وطمأنني. قال ما معناه: فليسرقوها أو يحرقوها إن كانت لهم قدرة على ذلك، إن للعصا ربا يحفظها. حقا، لو أراد سبحانه أن تكون العصا بين أيديهم فلن تستطيع قوى الأرض مجتمعة أن تمنع ذلك، ولو أراد العكس
فلم تستطيع قوى الأرض مجتمعة ذلك أيضا. قلت لكم أريد عصا موسى، أريد عصا موسى، ألا تسمعون؟ رجالنا ينتظرون حول بيت موسى منذ الصباح يا مولاي، ينتظرون أن يخرج ليدخلوا ويحضروا العصا. اقتحموا البيت، أحضروها عنوة، بقاء هذه العصا في يد موسى خطر علينا جميعا. وإحضارها عنوة خطر علينا يا مولاي كذلك، قد يأمرها موسى فتتحول إلى أفعى تلتهمنا جميعا. وما العمل إذن؟ صبرا يا مولاي ودعني أدبر الأمر. من أنتم؟ وماذا تريدون؟ نبي الله ليس هنا، لقد خرج مع أخيه هارون. إسقيال، روما، سلمان، نافا، سمنتاو. دعواتكم المخلصة للفرعون هي من تحبون الفرعون. دعواتكم المخلصة. ماذا دهاه يا روما؟ إنه مسكين يعاني أشد الآلام. أية آلام؟ مجد الفرعون الإله، مجد الفرعون الإله. يويو، جئت حين اشتدت إليك الحاجة. ماذا تريدون؟ نريد أن نطمئن على الفرعون، هل هو حقا ملازم الفراش؟ وهل صحيح أنه يخاف عصا موسى؟ لهذا ولدي، إن ولدي أوشك أن يحطمها، ثم تراجع عندما تذكر أن موسى يتوكأ علي. شكرا لك، الآن اطمأن قلبي. اطمأنت قلوبنا جميعا. مجد الفرعون الإله، مجد الفرعون الإله، مجد الفرعون الإله. كنت في انتظارك لأعرف أخبار القصر. القصر فرعوني في حالة ارتباك ما بعده ارتباك، والفرعون قد لزم الفراش. هو مريض يا أبتي؟ هو مريض حزين لعجزه أمام هذه المعجزات الإلهية، أو كما يقول أمام سحر موسى. أبعد كل هذا الذي حدث يصر على أنه سحر وليست معجزات إلهية؟ لو أنه اعترف بأنها معجزات إلهية فسوف يكون هذا اعترافا منه وإقرارا بأنه ليس إله. وماذا عن هامان؟ هامان صامت جامد الوجه، مستغرق في تفكير عميق بعيد. خذوا حذركم، إنه يدبر الأمر ما دون شك. فهذا الموقف سوف يؤدي إلى تصرف جديد منه ومن الفرعون. ما عندي اليوم من الثياب جميل ورخيص. دعني أراه أولا لأحكم عليه بنفسي. تفضل. مجد الفرعون الإله، مجد الفرعون الإله. كاذب، هذا المهرج كاذب. الفرعون في أسوأ حال، ومنذ الأمس والأطباء يحاولون علاجه. كاذب! من هو الذي يكذبني؟ من هو؟ رجل كان هنا ثم فر من هذه الناحية. رجل طويل نحيف دميم الوجه كأنه عفريت. عرفته؟ نعم، وسوف أنزل به غضبي. غضبك أنت؟ أعني غضب الفرعون. الويل لك أيها الطويل،
النحيل، الدميم الوجه، كأنك عفريت. الويل ثم الويل. يويو يويو يويو، ما خطبك؟ مجد الفرعون الإله، 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 مجد الفرعون الإله. ماذا حدث؟ هذا الخبيث يتجسس علينا. لقد حذرتك منه يا سمنتاو. اطمئن، أنا لم أخطئ، لقد أصلحت أخطاء هؤلاء. ونحن لم نخطئ يا سامري، لقد كنا نتحدث بما يتحدث به الناس في كل مكان. لا تتحدثوا أنتم بهذا. لماذا؟ لكي تظل رؤوسكم فوق أكتافكم. إلى هذا الحد؟ أجل، الفرعون في حالة غضب ثائر ولن يتورع عن البطش والفتك وسفك الدماء. احتفظ بما سمعت لنفسك ولا تحدث به أحدا غيري. ألا تذكره لفرعون؟ إياك أن تفعل. ولكن فرعون يريد أن يسمع ما يدور على ألسنة الناس في الأسواق، في أماكن التجمعات، بل وفي البيوت أيضا. الفرعون يحب أن يسمع كل شيء إلا هذا. ثم إنه يظن أن خبر مرضه لم يخرج من القصر. يا له من ساذج. ماذا تقول؟ أقول يا لي من ساذج. يا الوزير هامان. لبيك لبيك أيها الأمير القائد بالبتاح. ما هذا الذي يشيعه موسى وأتباعه عن مولانا الفرعون الإله؟ موسى وأتباعه يشيعون الكثير أيها الأمير القائد. لا بد من القضاء على كل الشائعات، على العقول التي تصنعها، على الألسنة التي ترددها. لابد لابد. وكيف يكون ذلك أيها الأمير القائد؟ هاجم بيوتهم، اقبض على واحد أو اثنين وعلقهم على المشانق. كم من 3 أو 4 أفواه واعرضهم على الناس في الطرقات. عندئذ لن يجرؤ أحد على ترديد شائعات موسى وأصحابه. سيحسبون 1000 حساب قبل أن ينطقوا بحرف واحد. القول ما قلت أيها الأمير القائد. إذا نفذ أيها الوزير، حالة الفرعون لم تعد تحتمل. الفرعون هذا أمر لا جدل فيه، ولكن هل أنا إله؟ مولاي الفرعون إله. مولاي الفرعون الإله. مولاي الفرعون الإله. نفرتاري دعيني وحدي.
أدعوك وحدك؟ نعم. وهل يعقل أن أدعك وحدك وأنت على هذه الحال؟ نفرتاري، أرجوك. الفرعون الإله لا يرجو، إنه يأمر فيطاع. ثم إنني أحبك، ولا أحب أن أراك حزينا مكتئبا، وخاصة أنهم قد انتقموا من أعدائك فعلقوهم على المشانق وكمموا أفواههم. ولكنهم لم ينتقموا من موسى عدو اللدود. مولاي الفرعون الإله نفرتاري، دعيني الساعة وحدي. أنا الفرعون الإله. مولاي الفرعون الإله، ما بك يا مولاي؟ لا شيء يا مرمتاح، لا شيء. وأنت يا هامان، ماذا تريد؟ أريد موافقة جلالتكم على الاحتفال بالعيد الثلاثيني. إنه فرصة لكي يفرح الناس ويسعدوا برؤية فرعونهم الإله، وينسوا في غمار هذه الفرحة ما أشاعه موسى وأتباعه من أكاذيب وقصص ملفقة. ثم إنكم لم تدخلوا قدس الأقداس منذ وضع فيه تمثالكم الذهبي المرصع بالجواهر، بدلا من تمثال الإله آمون رع. لا بأس، نقيم الاحتفال على أن يحضره الناس جميعا. شكرا يا صاحب الجلالة. كل يراني فرعونه الإله ويردد ذلك، فلماذا أشك أنا في الأمر؟ إنني أنا الفرعون الإله. نعم، إنني أنا الفرعون الإله، فلأقبل على الحياة وأستمتع بكل ما فيها. ويان على حمل، لماذا جاءوا بنا من الصباح باكر ما دام الفرعون لن يحضر مبكرا؟ شاهد يا بناء، هيا ادخلوا، خذوا وخذوا اماكنكم، قلت لكم خذوا اماكنكم، نفذوا ما امرتكم به. واذا اشرقت عليكم طلعه الفرعون الاله مجدوه وعظموه واهتفوا له بطول البقاء. لقد حشدوا أجدادنا وآباءنا من قبل لفراعين غير، وجعلوهم يهتفون لهم بطول البقاء. فماذا حدث؟ هلك الفراعين جميعا، ولم يحظ واحد منهم بطول البقاء. يقولون إن فرعوننا رمسيس لن يموت أبدا. دعهم يقولوا ما يشاءون، فالموت لن يتأثر بأقوالهم، ولن يتأخر لحظة واحدة عن موعده الذي حدده الله له، ولن يتقدم. قلت شاهين يا امرأة، مسجد الفرعون الإله، مسجد الفرعون الإله، مسجد الفرعون الإله، مسجد الفرعون الإله، مسجد الفرعون الإله. إن مسجد الفرعون على وشك الوصول. ياي، حسناء الحسناوات، جميلة الجميلات،
اهلا اهلا اهلا. افتح الطريق ايها المهرج. اتسمحين لي بالوقوف الى جوارك؟ لا بأس. يقولون ان موكب الفرعون قد اقترب. يقولون؟ ماذا تعني؟ اعني ان الفرعون بطيء الحركة. للشيخوخة أحكام صارمة. أية شيخوخة؟ إنه أكثر شبابا وحيوية منك ومني. إنه يفكر في عروس جديدة. مضى زمن طويل منذ أن تزوج آخر مرة. لولا عودة موسى والأحداث الأخيرة لتزوج بخمس أو ست زوجات. هذا صحيح. منذ أيام وهو يطلب مني أن أدله على عروس جديدة. جلالة الفرعون الإله. رمسيس رمسيس، مجد الفرعون الإله، مجد الفرعون الإله. رمسيس.
سعيدا بما فعل الفرعون. ماذا فعل يا صاحبة الجلال؟ ألم ترى نظراته إلى ابنتك؟ معذرة يا صاحبة الجلال، أنا لم أرى شيئا غير عادي. لقد نظر الفرعون إلى الجميع كما نظر إلى ابنته. لا، لم تكن نظراته إليها كنظراته إلى الآخرين. ولا تنسى أنه أصر إلى هامان بكلام لم تسمعه. ماذا تعنين بقولك؟ ابنتك هي العروس القادمة للفرعون. اطمئني يا صاحبة الجلالة، ابنتي لن تتزوج غير الرجل الذي أختاره أنا لها وتوافق لي عليه، وبالتأكيد لن يكون الفرعون. صاحب الجلالة، بنثر الماء المقدس على جسد تمثالك المقدس. أنت كبير الكهنة، وقد تركت لك هذه المهمة نيابة عني. هذا الشرف عظيم يا مولاي، قد منحتك إياه. أشد الحاجة إلى مساعدتك. عفوا مولاي، إنك الفرعون الإله، ولا يعقل أن تحتاج إلى مساعدة من أحد. صدقني يا ولدي فيما أقول، لقد رأيتها فأحببتها وأريد أن أتزوجها. تتزوج من يا مولاي؟ فتاة كانت تقف في الساحة مع الناس، وقد كلمتها ما نفي أمرها. إذن سوف يتكفل هامان بتنفيذ ما تريد يا مولاي على الوجه الأكمل. أجل يا ولدي، ولكن ماذا؟ أمك يا مرنبتاح. أمي لا تملك أن تمنعك عن أمر تريده. إنها مزعجة شديدة الإزعاج. لا عليك منها يا صاحب الجلالة، سأتولى أنا أمرك. لقد صممت على الزواج من هذه الفتاة، ولا أريد أن ينغص سعادتي معها أي شيء. تجرأ على ادعاء الألوهية، وأنت موحدة مؤمنة بالإله الحق. هذا ما قاله أبي للملكة نفرتاري، لكنه لا يدري ماذا سيقول للفرعون إن طلبني منه. لا ترزعي يا صغيرتي، لن ينالك الفرعون مهما حاول هو ومهما حاول رجاله. كيف يا صاحبة الجلالة وهو يسيطر على كل شيء ويتحكم في كل شيء؟ سأتصدى أنا له. أنت يا صاحبة الجلالة؟ أجل أنا؟ ولكن
إنك. ماذا؟ أدري والله ماذا أقول لك. لا تقولي شيئا واطمئني. اطمئني تماما. كيف أطمئن وهو يتزوج كل فتاة تعجبه ولا يستطيع أحد أن يمنعه أو يحول بينه وبينها؟ سنمنعه هذه المرة يا تويا. إننا اليوم قوة قوية بفضل الله بفضل نبيه الكريم. شكرا لك. إلى أين؟ إلى بيتنا. لا تذهبي، ابقي معي. كيف؟ هو لن يستطيع الوصول إليك طالما أنت في قصري وتحت حمايتي. إذن أذهب لأخبر أبي أنني سوف أعيش هنا. قد علمت يا تويا، وإني أوافق على بقائك مع صاحبة الجلالة الملكة آسيا. تفضل بالجلوس. لا وقت عندي للجلوس. لماذا أيها الوزير باسل؟ وعدت نبي الله بالذهاب. فيما كان مجيئك إذن؟ جئت أقول إن همانة فتحني في أمر زواج فرعون من تويا، فلم أشأ أن أرفض لئلا يتهور أو يتصرف تصرفا طائشا ضدي. يعني أنك لم ترفض زواجي من فرعون؟ لا يا تويا. يا قلبي لا تنزعجي هكذا يا تويا، لقد تصرفت تصرفا حكيما، أعتقد أنه الحل السليم. وما هو أيها الوزير؟ عندما فتحني هامان في هذا الأمر ادعيت له أنها مريضة ولا تصلح للزواج. وأي مرض اخترعت له؟ الصرع، وقاه الله شره. مولاي، خيرا ما طلبتني الساعة من أجله. ما هي أخبار تويا؟ تويا مريضة في قصر الملكة آسيا. آسيا؟ وما شأن آسيا بها؟ أبوها الوزير باسر يقول إن آسيا قد تبنتها بعد وفاة أمها. أرسل كبار الأطباء لعلاجها فورا. هيا أسرع. أمرك صاحب الجلالة. هذا ذهاك أيها المهرج. لا أستطيع أن أحتمل يا صاحب الجلالة. لا تحتمل ماذا؟ لا أستطيع أن أحتمل أن أرى فرعون الإله محزونا. ماذا أفعل وقد تسلطت الأرواح الشريرة على عروس نضرة وأصابتها بالمرض؟ ما أكثر الأطباء ما أبرعهم. فاصبر يا مولاي، ليس أمامي إلا الصبر، فأنا لا حول لي ولا قوة. إله بلا حول ولا قوة، ما أحوجني إلى قناع الحمار. يويو، تعال معي إلى قصر آسيا لأرى تويا وأطمئن عليها بنفسي. إلى أين يا صاحب الجلالة؟ إلى الحديقة. الإله يكذب. أين قناع الحمار؟ أية حديقة؟ عد إلى فراشك يا صاحب الجلالة، واعلم أن آسيا تغلق أبواب قصرها بعد حلول المساء بأقفال ثقيلة، ولا تفتحها إلا بعد أن تشرق الشمس. أنا ذاهب إلى قصر آسيا لأرى عروس المريضة، لا إلى آسيا نفسها. تويا ليست مريضة. ليست مريضة؟ تويا تظاهرت بالمرض لتهرب من رغبتك الطائشة في الزواج منها رغم أنفها. أيها العجوز المتصابي المزواج، زوجة الفرعون الإله تسبه وتشتمه. أين قناع الحمار؟
آه لو لم تكن أما لامرئ بتاح لأنزلت بها أسوأ العقاب. بين الزهور وما أسعد اليوم الذي يفتتح برؤية حسنك. تويا تويا أملي يا بهجة قلبي، ماذا دهاك تويا؟ تويا حبيبتي ماذا دهاك؟ الفرعون لقد عودتها نوم السرح، احملناها الى الفراش. اذا فهي مريضة حقا، ومن قال غير ذلك؟ نفرتاري قالت لي بالامس انها تدعي المرض. نفرتاري، إن كنت إلها كما تقول فلابد أن تكون عليما خبيرا بأحوال خلقك، عارفا بكل صغيرة وكبيرة في دنياهم. آسيا، لا وقت لهذا القول. بل هذا وقته أيها الفرعون، وإني أنصحك أن تكف عن ملاحقة الصغيرات، فسنك لم تعد تسمح لك بذلك. آسيا، ولا تظن الخضاب التي تستعين بها على ادعاء الشباب تخفي حقيقة عمرك عن أحد. أنت تغارين من الصغيرات لأنك بلغت أرذل العمر. وأنت ألم تبلغ بعد؟ لا ولن أبلغه. هذا ما يصوره لك الخبيث هامان وابنك المعتوه مرنبتاح، ولكن الله لك ولهما بالمرصاد، ولسوف ترى ما يكون من أمركم. سأرسل عددا آخر من كبار الأطباء لعلاجها. أمي الحبيبة، فليحفظك الله لي وللموحدين جميعا. أين كنت حتى الساعة؟ كنت حيث كنت. وما هذا التراب الذي يعلو وجهك وثيابك؟ ذهب؟ من أين أتيت بكل هذا الذهب؟ لا شأن لك. كيف لا شأن لي وأنا زوجتك؟ ساوى، لقد أمضيت الليل كله أحفر في المقبرة. تحفر بالمقبرة؟ أية مقبرة يا قارون؟ ولماذا تحفر فيها؟ أحفر في المقبرة؟ هل قلت هذا؟ نعم قلت. لقد أخطأت، التعب والإرهاق والسهر جعلوني أخطئ في الكلام. لقد كنت أكتب بعض الأسماء، فأنا خططت القصر كما تعلمين. قارون. نعم يا ساوى. ما هي قصتك هذه الأيام؟ تقضي الليل كله بالخارج وتعود إلى بيتك مرهقا مغبر الوجه والثياب، ثم إنك تحضر معك برديات وتمائم وأشياء غريبة، واليوم أحضرت هذا القدر الكبير من الذهب. إياك أن تحدثي أحدا أيا كان بما رأيتي أو سمعتي. قارون. ساوى، إنني أحذرك، والويل لك إن لم تعملي بتحذيري هذا. إنني أتعذب يا ولدي، أتعذب أشد العذاب. ما ينبغي أن تقول يا أبتي إنك الفرعون الإله،
والفرعون الإله يعذب ولا يتعذب. اسمع يا ولدي، إنني أصرح لك بما في نفسي لأنك ولدي، أحرص الناس على سعادتي. أنا راهن أمرك يا أبتي. احشد كبار الأطباء لعلاج تويا. السمع والطاعة، ولكني أرى أن بقاءها في قصر آسيا لن يسمح لنا بتقديم العلاج الناجع. انقلها من قصر آسيا إلى المكان المناسب. أنسب مكان هو مصح المعبد. انقلها إليها على الفور. غدا صباحا أنقلها إليه. بل الآن يا ولدي، على الفور. إننا في جوف الليل، ثم إني لم أرى هذه الفتاة من قبل. أرجوك يا ولدي، لقد تركتها هذا الصباح بين يدي الجواري عاجزة عن الحركة. اطمئن يا صاحب الجلالة، سأنقلها الليلة مهما كلفني الأمر.